استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس والوفد المرافقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة. يا مرحبا يا الله، شلون يكون؟ استغفر الله. كيف الحال؟ طول عمرك انت، شلونك؟ والله بخير الله يطول. شكرا على الاستقبال. الله يسلمك. استغفر الله، احنا في ديارتنا. الله يطول عمرك. الله يسلمك. في ديرتك وعند اهلك. اهلا وسهلا. وقيمتك الله يعلم فيها. الله يسلمك. شكرا طال عمرك. حياك.